Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo. Aujourd'hui, notre vidéo est, c'est au titre la phrase déclarative. La phrase déclarative, c'est une très importante leçon dans la grammaire. La solution, l'explication du page 18 du livre scolaire première année moyenne. Et c'est parti. مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً في فيديو اليوم سوف أو درس اليوم سيكون بعنوان الجملة الإخبارية la phrase déclarative. الجملة الإخبارية هي نقطة مهمة جداً أو درس مهم جداً وهذا الفيديو هو إكمال لسلسلة حلول وشرح الكتاب المدرسي لتلاميذ السنة الأولى متوسط فرنسية لا لونغ فرانسيس اي سي بارتي و لنبدا جوبسيرف لو تكست ألاحظ النص هذا النص بعنوان لي بروبليم او بروبليم دو سونتي اي انفورماسيون مشاكل الصحة و المعلومات و معلومات سي سا لو تكست لو دكتور فلاح explique que l'information sur le problème de santé doit être donnée d'abord par les médecins. Les médecins, les journalistes spécialisés doivent également informer les citoyens. L'école peut aussi jouer ce rôle. Si on n'informe pas la population, la prévention de certaines maladies ou épidémies sera difficile. Le docteur Fuller explique que l'information sur les problèmes de santé doit être donnée d'abord par les médecins. يعني الدكتور هذا فلاح يشرح بأنه المعلومات les problèmes de santé, tels مشاكل تاع الصحة كيما الأوبئة الفيروسات الأمراض لازم تكون أو المعلومات على هذه الأمراض لازم تكون من الأطباء les médecins les journalistes spécialisés يعني الصحفيين المختصين أيضا يجب عليهم أن يعطوا معلومات للسكان les citoyens. L'école peut aussi jouer ce rôle. المدرسة أيضا تلعب هذا الدور. يعني المدرسة تعطي معلومات حول الأمراض. Si on n'informe pas la population, la prévention de certaines maladies ou épidémies sera difficile. يعني كون ما نعطيوش المعلومات اللازمة على هذا الوباء هذا الفيروس هذا المرض يعني الوقاية لهذا المرض أو الحماية من هذه الأمراض أو الأوبئة رح تكون صعبة. دابخي لو دكتور فلاح لازهر هذا دابخي يعني من تأليف لو دكتور هنا كيعطيني دي وفوقها أغ صغيرة نقراوها لو دكتور يعني الطبيب فلاح فلاح لازهر طبيب فلاح لازهر أو دكتور فلاح لازهر Université d'Oum Lbouaqi ou Lbouaqi, Jami'at Oum Lbouaqi, سنة 2000 كما حنايا بالعاميه تاعنا نقولوا 2000 يعني الفيلم هذه نسميوها لا سورس لا سورس يعني المنبع لا سورس ديما تكون في النهايه تاع النص اما لو تيتر اللي هو العنوان ديما يكون في بدايه النص اعيد القراءه Je répète la lecture. Le docteur Fuller explique que l'information sur les problèmes de santé doit être donnée d'abord par les médecins. Les journalistes spécialisés doivent également informer les citoyens. L'école peut aussi jouer ce rôle. Si on n'informe pas la population, la prévention de certaines maladies ou épidémies sera difficile. D'après le docteur Fellah Lazhar, Université d'Oum Lbouaqi, 2000. L'âme, l'asile. J'analyse.
le texte. La question numéro 1. 1. En dehors des médecins, qui doit informer les citoyens sur les risques d'épidémie? يعني من غير الأطباء شكون راح يعطينا أو شكون راح يعطي المواطنين معلومات على أخطار الأوبئة أو أخطار الوباء؟ هنا في النص قال لي le docteur Fellah explique que l'information sur les problèmes de santé doit être donnée d'abord par les médecins. يعني قالنا الدكتور فلاح هذا باللي المعلومات حول الأخطار الوباء أو مشاكل الصحة لازم يعطوها لنا الأطباء. دوكا قاعد يقول لي من غير الأطباء. واش قال لي ثاني؟ قال لي لي جورناليست سبيسياليزي، يعني الصحفيين المختصين، دواف ايغالمون انفورمي لي سيتوان، حتى هما لازمهم يعطيو معلومات للسكان او للمواطنين. ليكول بو اوسي جوي سو رول، المدرسه ايضا تلعب هذا الدور. يعني المدرسه ايضا راح تلعب هذا الدور او راح تعطي معلومات للتلاميذ او للاطفال. اذا الاجابه على هذا السؤال ce sont les journalistes spécialisés et les écoles qui doivent informer les citoyens sur les risques d'épidémie. يعني المواطنون شكون لازم يحذرهم او يعطيهم معلومات حول الوباء؟ ce sont les journalistes هم الصحفيون المختصون والمدارس les écoles هم الذين يجب أن يعطوا معلومات المواطنين على أخطار الوباء. هذا إجابة السؤال الأول. السؤال الثاني. لي لا فراز سولينيه دون لو تكست دو كيل تيب دو فراز ساجيتيل؟ يعني اقرأ هذه الجملة أو الجملة المسطرة في النص ثم ما هو لو تيب تاع هذه الجملة. الجملة المسطرة في النص هي هذه الجملة. ليكول بو اوسي جوي سو رول، يعني المدرسة أيضا تلعب هذا الدور. أولا ما بها هذه الجملة؟ أولا هذه الجملة بماذا بدأت؟ يعني بوش بدأت؟ بدأت ماجيسكول اللي هو حرف الآل، حرف الآل. جا ماجيسكول جا كبير، وبوش خلصت؟ خلصت بنقطة. ها عندنا معلومات حولها، حول هذه الجملة. elle commence par un majuscule، يعني بدأت بحرف كبير وخلصت بنقطة. elle finit par un point، خلصت بنقطة. الآن الجملة هذه وش عطاتنا؟ l'école peut aussi jouer ce rôle، المدرسة أيضا يمكن أن تلعب هذا الدور. أخبرتنا بأن المدرسة أيضا تستطيع أن تلعب هذا الدور ce rôle. يعني هذه الجملة أخبرتنا، يعني هذه الجملة إخبارية. كيف نقول الجملة الإخبارية باللغة الفرنسية؟ نقول la phrase déclarative، يعني الجملة الإخبارية. إذن من هنا نستنتج التعريف. la phrase déclarative، la phrase déclarative c'est la phrase qui commence par un majuscule et se termine par un point et elle sert à déclarer quelque chose, raconter un événement ou pour donner son avis. يعني هذا الجملة أو الجملة الإخبارية تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة، وهي تقوم ب إخبارنا شيء ما، تقوم بسرد شيء ما أو حدث ما، أو تقوم بإعطاء رأي. هذه هي la phrase déclarative. يعني هذه الجملة نقول le type de cette phrase أو c'est une phrase quoi؟ c'est une phrase déclarative. يعني هي جملة إخبارية.
الآن مع القاعدة. القاعدة je retiens. On utilise une phrase déclarative pour déclarer quelque chose, raconter un événement ou pour donner son avis. يعني هذا شرحتها لكم سابقا. يعني الجملة الإخبارية تقوم بتثبيت شيء أو إخبار شيء ما. سرد حدث un événement اللي هو حدث ou pour donner son avis أو لإعطاء رأي. Avis هو الرأي. La phrase déclarative commence par une majuscule et se termine par un point. يعني الجملة الإخبارية تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. Pour affirmer quelque chose ou pour exprimer son accord. يعني باش affirmer. يعني affirmer معناتها نأكدوا ذاك الشيء. Quelque chose, لكي نؤكد شيء ما, ou pour exprimer son accord, ou لنوافق على ذاك الشيء, يعني الموافقة, on utilise des phrases à la forme affirmative. حنا قلنا بلي كاين le type. كاين le type. Ou كاين la forme. وعندنا هنا الدرس تاعنا هو la phrase déclarative عندنا le type ou la forme. Le type يتمثل كي نقولوا مثلا c'est une phrase déclarative. Déclarative يعني هي جملة إخبارية. هذا هو le type. نقولوا جملة إخبارية. ثاني وش عندنا؟ عندنا une phrase interrogative هي جملة استفهامية أو une phrase impérative هي جملة أمرية. La forme qui نقولو la forme affirmative. Non affirmative. هنا في لو تيب عندنا أربعة. عندنا أربعة. اما في الفورم عندنا غير زوج. عندنا افيرماتيف وعندنا نيجاتيف. عندنا الافيرماتيف وعندنا نيجاتيف. الافيرماتيف هو كما نقولوا حاجة تأكيدية. تأكيدية يعني نأكدوا حاجة. اما نيجاتيف, نيجاتيف يعني ننفيوا حاجة. النفي يعني نديرو النفي, ننفيو هذيك الحاجة. نيجاتيف هذا هي لا فورم وهذا هو لو تيب. يعني حنايا دابور يعني اولها هذا في الدرس هذا حنتكلموا على لا فراز ديكلاراتيف فقط. لكن كي نتكلموا على لا فراز ديكلاراتيف حنتكلموا على لا فراز ديكلاراتيف في لا فورم افيرماتيف, في لا فورم تأكيدية افيرماتيف, و في لا فورم نيجاتيف. وفي لا فورم نيجاتيف يعني النفي. افيرماتيف يعني نقوم بتاكيد شيء, ناكد حاجه. مثلا امين مونج اون بون, انا ناكد لك باللي امين اكل تفاحه. ونيجاتيف يعني ننفيلك باللي امين اكلتك تفاحه. امين نو مونج با لا بوم. الان مع القاعده, نكمل قراءه القاعده. بور affirmer quelque chose ou pour exprimer son accord, on utilise des phrases à la forme affirmative. Nous sommes fait la forme t'kidia affirmative. Exemple, مثال, l'école peut aussi jouer ce rôle. يعني أنا أكدت بلي هذا المدرسة تقدر تلعب هذا الدور أيضا. الآن la forme négative. La forme négative يعني النفي. Pour nier quelque chose, لكي ننفي شيء ما, ou pour exprimer son désaccord, لكي ننفي شيء ما, ou لكي نقوم بعدم الموافقة على شيء, on utilise des phrases à la forme négative. نستعمل جمل في النفي négatif. Exemple, مثال, si on n'informe pas la population, la prévention de certaines maladies ou épidémies sera difficile. يعني المعنى هنا إذا
لما إذا لم نعطي معلومات حول الوباء، يعني الحماية أو الوقاية أو التخلص من هذا الوباء، سيكون صعب. ديفيسيل هي صعب. إذا لم نعطي يعني هنا نفينا إعطاء معلومات، نفيناها. on ني يعني ننفي. Pour passer de la forme affirmative à la forme négative, يعني باش ننتقلوا من التأكيد إلى النفي، on peut utiliser les mots suivants. يعني لننتقل من التأكيد إلى النفي نستعمل الكلمات التالية. هذه الكلمات تمثل فنو و ان ابوستروف. نو و ان ابوستروف نستعملوهم قبل الفعل، avant le verbe، يعني قبل الفعل. اما بعد الفعل نستعملو après le verbe نستعملو ne pas ne plus ne jamais ne rien ne ne personne. اولا pas يعني لم. Je n'aime pas les sucreries. يعني أنا لا لم أو لا. أنا لا أحب السكريات. Les sucreries هي السكريات. أما plus هي لم أعد. يعني بمعنى لم أعد. Je n'aime plus les sodas. يعني أصبح لم أعد أحب les sodas. Soda. Jamais يعني أبدا. Je n'ai jamais aimé les frites. يعني ولا مرة أبدا لم أحب les frites. يعني les frites هي البطاطا المقلية. يعني jamais حبيتها. Rien يعني لا شيء. Je n'aime rien à part les fruits. يعني ما شتي حتى حاجة من غير les fruits الفواكه. Personne. Je n'ai entendu personne. يعني لم أسمع أحدا. Ne personne هي لا أحد. حنا في الجملة العادية نستعملونه في الجملة العادية المنفية نستعملونه. لكن إذا ابتدأ الفعل quand le verbe commence par une voyelle on efface le E, on efface le E, on ajoute une apostrophe, on dit je n'ai entendu personne. يعني هنا أو في بداية الفعل كي تكون عندنا voyelle دائما نحيو الE ونحطو l'apostrophe. ونقدرو نستعملو ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien ou ne personne. يعني حسب الجملة وطريقة نفيها. Je m'entraîne la page 19. يعني أتمرن الصفحة 19. عندنا في أتمرن عندنا 3 تمارين. التمرين الأول، التمرين الثاني، والتمرين الثالث. التمرين الثالث يعني هو عبارة كما نقولوا عن تقييم هكا، يعني واش فهمت من الدرس تاعنا. نبدا اولا بالتمرين الاول. التمرين الاول قال لي ريكوبي لي فراز ديكلاراتيف اون بريسيزون سي ايل سون ا لا فورم افيرماتيف او نيجاتيف. يعني عاود اكتب هذا الجمل وقارن، يعني اسكو هذا الجمل دي فراز افيرماتيف او دي فراز نيجاتيف. يعني هل هذا الجمل جمل تاكيديه أو جمل منفية. مثلا chaque soir nous prenons une douche. هذه الجملة ما فيها لا نو لا با، يعني هذه الجملة إخبارية. كل هذه الجمل هي عبارة عن جمل إخبارية. لكن جمل إخبارية هل هي منفية أو تأكيدية؟ هنا نقولوا c'est une phrase déclarative affirmative. يعني نقدر نقولوا فورم الجملة الأولى هي عبارة عن فورم affirmative. الآن الجملة الثانية il ne faut jamais arriver en retard à l'école. يعني ما لازمش أبدا، يعني ولا مرة
نجيو ريتاريني متاخرين للمدرسه يعني هنا استعملنا لو جامي يعني سي اون فراز ديكلاراتيف نيجاتيف جمله منفيه Il n'oublie jamais son rendez-vous chez le dentiste. Il ne voit jamais le rendez-vous, le موعد تاعو chez le dentiste. يعني في عند طبيب الأسنان. هذه الجملة فيها ne jamais أو فيها un apostrophe jamais. يعني هذه الجملة منفية. Phrase négative. أنا كتبتها بالأرقام. Du savon de Marseille, le savon d'Elbe est né en Syrie il y a plus de 3000 ans. Il y a la fin sana. هنا في هذه الجملة يعني نعتبروها جملة affirmative أو جملة تأكيدية لأنها ما فيها لا 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 بلو لا هنا ني تقولوا لي هنا فيها ني وفيها بلي هنا ني معناتها حاجه تولد حاجه مثلا مكان المولد كما نقولوا ني بلي il y a plus de 3000 ans يعني عندها اكثر من 3000 سنه يعني بلي راها حاجه واحده اخرى وني راها عباره عن فعل يعني ماشي اداه نفي عليها نقولوا الجمله الرابعه ان فورم Une phrase déclarative affirmative. Elle met le jumelé الخامسة. Nous devons nous brosser les dents après chaque repas. يعني لازمنا نو نغسلو سنينا بعد chaque repas. يعني بعد كل وجبة. هذه جملة affirmative. جملة تأكيدية. Forme affirmative. الآن جملة التالية. Mon petit frère fait sa toilette avant de prendre son petit déjeuner. يعني الأخ تاعي يغسل وجهه ويدير يعني في sa toilette avant de prendre son petit déjeuner. يعني قبل ما يفطر. C'est une phrase affirmative. Ou c'est une phrase déclarative affirmative. يعني جملة تأكيدية. الآن خلصنا التمرين الأول ننتقلوا للتمرين الثاني. التمرين الثاني واش يقول لنا؟ التمرين الثاني عطانا مجموعة من الأسئلة وقاعد يقول لنا جاوبوا عليها بنو با نو بلو نو ريان نو جامي يعني حنجاوبوا على هذه الأسئلة بجملة منفية. عندنا 1 2 3 4 5 6 عندنا 6 أسئلة. نبدأ. قال لنا السؤال الأول As-tu déjà eu une carie dentaire يعني هل كانت لديك سابقا une carie dentaire يعني سوسة كما نقول يعني تسوس الأسنان une carie dentaire يعني تسوس الأسنان هنا كي نجاوب نكتب الجملة كما راهي وهنا je هي كانت je avec apostrophe دوكا نرجعوها je نقولوا جو هنا نقولوا ن ولا ان ابوستروف هنا عندنا فوايل يعني نقولوا ان ابوستروف نقولوا جوني يعني انا نقولها جامي يعني جامي كانت عندي اون كاري دونتير يعني جامي كان عندي تسوس اسنان نقولهم جوني جامي اون كاري دونتير الجملة الثانية Aimes-tu les brosses à dents électriques? يعني هل تحب فرشاة الأسنان الإلكتريك يعني تمشي بالكهرباء إلكتريك كهربائية جو هنا عندنا اون فويل يعني نقولوا ان ابوستروف وهنا انا نقول ما نشتي جو نام با يعني نقولها عادي جو نام با لي بروس ا دون إلكتريك Les brosses à dents électriques avec S, pardon, avec S. Et mon père, est-ce que ton père fume toujours? Yani, هل أبوك يعني الأب تاعك يدخن fume يعني يدخن toujours كل يوم يعني هل أبوك يدخن
كل يوم. أنا شنقول مون بير نو هنا عندنا كونسون ما عندناش فايل نقولوا نو في بلي يعني أبي ولا بابا ما عادش يدخن. Je peux-tu faire quelque chose pour moi? يعني تقدر تدير حاجة لي أنا يعني نفهمك فيها. مثلا صاحبتك أو صاحبك زميلتك أو زميلتك قالت لك ما حضرتش الدرس تاعي أو ما حليتش الواجب تاعي، دي واش حتقولي لها؟ حتقولي لها ما عندي ما ندير لك. كيف نقولوا ما عندي ما ندير لك باللغة الفرنسية؟ نقولوا je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour toi. يعني ما عندي ما ندير لك. Un سؤال تالي. Avez-vous oublié de vous laver les mains? يعني هل ما نفي تنساو باش تغسلوا يديكم؟ حنا واش حنجاوبوهم؟ يعني je هنا عندنا كونسون. يعني نحطو لابوستروف هنا نقدرو نقولو با جو نوبلي با ولا نقدرو نقولو جامي. جو نوبلي با دو مو لافي لي ما يعني انا ما نسيتش نغسل يديا ولا انا جامي يعني ولا مره نسيت نغسل يديا. الان السؤال السادس والاخير اوتيليزتي توجور لو ميم صابون يعني كل يوم تستعمل لو ميم صابون يعني نفس الصابون واش تقولو؟ تقولو انا ما نستعملش ديما او مانيش حنستعمل او ما نستعملش ديما نفس الصابون. شنو نقولو؟ جو نستعملو نو هنا عندنا اون فايل يعني نحطو ان ابوستروف. جو نوتيليز شنو نقولو؟ جو نوتيليز بلو يعني ما عدتش نستعمل نفس الصابون. هنا كي نستعملو بلو شو الفرق بين بلو و با؟ كي نقول با يعني انا مانيش هاد الحاجة ما نديرش هذه الحاجة عادي، أنا ما نسيش نغسل يدي عادي. أما كي نقول بلوي يعني بكري كنت ندير هذه الحاجة، بكري كنت نستعمل لو ميم صابون نفس الصابون، بصح دركا في الوقت الحالي راني نستعمل صابون مختلف، يعني ما زدتش استعملت نفس الصابون. أما جامي يعني هذيك الحاجة جامي درتها يعني ولا مرة درت هذيك الحاجة. وأول مرة صرعت لديك الحاجة. الآن التمرين الثالث والأخير اكري اون تادون دو ديكسيونار يعني اكتب بمساعدة القاموس هو لو ديكسيونار يعني نقدر نستعمل القاموس هنا. tu as compris combien il est important de se laver les mains. Explique à tes camarades que ne pas respecter ces règles de propreté est un risque pour la santé de tout. Utilise une phrase à la forme affirmative et une phrase à la forme négative. يعني تعرفنا سابقا على أهمية ماذا؟ أهمية غسل اليدين وتعرفنا على les conséquences يعني النتائج أو هي نتائج تاع عدم غسل اليدين جيدا أو les conséquences de ne laver pas les mains يعني نتائج تاع عدم غسل اليدين. قال لي هنايا يعني اشرح لي او علاه لازم نلتزموا بغسل اليدين او هذه القواعد تاع النظافه. لماذا يجب علينا ان نلتزم بها مستعملا يعني تستعمل لا فورم افيرماتيف الجمله التاكيديه والجمله المنفيه. واش نقولوا؟ قولوا pour être en bonne santé يعني باش نكونوا بصحه جيده il faut ماذا يعني يجب ماذا؟ il faut se laver les mains chaque jour يعني يلزمنا ان نغسلوا يدينا كل يوم. علاه on se lave les mains او on se lave يعني لازم نغسلوا يدينا او نغسلوا يدينا pour ne tomber pas malade يعني باش ما نمرضوش. Pour être en bonne santé, il faut se laver les mains chaque jour. On se lave les mains pour ne tomber pas
malade. Et je pense que c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.